بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده هيبقى على قناتكم قناه الاهلي من وراء نار من العيار الثقيل، مباراه مهمه جدا في مسيره النادي الاهلي الافريقيه في مواجهه سان داونز الجنوب افريقي، مواجهه متكرره يمكن المره الخامسه او الرابعه على التوالي في الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري الابطال الافريقي. ماتش النهارده ماتش صعب وفي نفس الوقت ماتش سهل، ما بقولش الغاز، ولكن هو ماتش صعب نتيجة الموقف اللي احنا اتحطينا فيه، اللي احنا اتحطينا فيه بعد فوز الهلال في مبارتين وفوز سان داونز في مبارتين. ولكن ما تنسوش حاجة مهمة جدا جدا، ان احنا لينا مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني. احنا لعبنا مباراة واحدة نتيجتها ما كانتش في صالحنا، وده اللي مصعب الموضوع، ولكن ان شاء الله ان شاء الله بداية الانطلاق ان شاء الله للصدارة من ماتش اليوم. ماتش اليوم نعديه ان شاء الله بالمكسب، وبعدين ندخل على باذن الله ماتش القطن الكاميروني. لو خدنا الماتشين دول باذن الله هيبقى عندنا 6 نقط، تبقى المجموعه متساويه، يعني الامور رجعت تاني زي الاول. وضع طبيعي في دور المجموعات ان يبقى معاك منافس، وممكن يكون 2 منافسين. لو تتذكروا حضراتكم ان شاء الله ربنا ما يعيدها، يعني السنه اللي فاتت كان في خساره من سان داونز مباراتين ورا بعض، ولكن مين اللي اتأهل لحد الآخر؟ اتأهل لحد الفاينل النادي الأهلي. فالنادي الأهلي النهارده ماتش سهل وماتش صعب في نفس الوقت. الصعوبة ممكن تحصل امتى؟ الصعوبة لا قدر الله لو أنت ما كسبتش. هتدخل بقى نفسك في حساب إيه بقى؟ في حسابات بقى، ونجيب الآلة الحاسبة ونقعد نحسب ولو هم عملوا، لا، النهارده المكسب ماتش النهارده ومكسب الماتش اللي جاي بإيدي. الموقف في إيدي مش بيد عامر زي ما بيقولوا. النهارده عارفين انه منافس قوي، منافس عنيد، بيلعب كره جيده، عنده خبرات افريقيه، بيتصدر المجموعه. هو لعب مباراتين، كسب الماتشين الهلال السوداني وكسب القطن 3-1، عنده 6 نقط، وده نفس رصيد الهلال السوداني. يعني المنافسه ممكن تكون برضه بين الانديه الثلاثه. ان شاء الله لو كسبنا النهارده وكسبنا ماتش القطن المؤجل يبقى انت عندك 6 نقط، يبقى في 3 فرق 6 نقط. الوضع الطبيعي ان يبقى في منافسه. ده احنا بنتكلم على دور مجموعات، يعني ممكن يكون في منافسه بين 1 و2 و3. يعني احنا استثنينا القطن خلاص، لان هو واضح ان هو يعني مش قد كده، هو الفريق اللي هو اقل حظوظ في المجموعه انه يتصدرها او حتى يتاهل. 3 فرق ممكن يتنافسوا، ممكن يتنافسوا، وضع طبيعي. كسبت النهارده الامور هتتعدل، كسبت القطن ان شاء الله الامور هتتعدل، ويبقى انت الاول باذن الله، ممكن تنهي اول برضو ان شاء الله. فالماتش صعب وسهل في نفس الوقت. النهارده باذن الله كلنا عندنا ثقه في جميع اللاعبين بتوع النادي الاهلي، بيقدروا دايما المسؤوليه الملقاه على عاتقهم. وعلى فكره، على فكره النادي الاهلي ما تخافش عليه ابدا في المواقف الصعبه، ما تخافش عليه. والماتشات الكبرى اللي هي زي ماتش النهارده كده ما تخافش على النادي الاهلي. انا متفائل النهارده، متفائل جدا 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 ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي عارفين ان ماتش النهارده هو البدايه الحقيقيه باذن الله للوصول للنهائي ان شاء الله. البدايه الحقيقيه النهارده باذن الله.